هجمت عليه هجمة من الصعوبات من هالمصاعب، وقف مع أبيه وعبد عبيد الله بن العباس، قال وعدي بن حاتم الطائي، قال لهم هذا ابن رسول الله وانتم لازم انه تطيعون باوامره. لما سمع معاوية بن ابي سفيان بهذا المنهاج بانه قد بيع علما الى الحسن سلام الله عليه، فكان يودي من هذول المنافقين، واحد بالبصرة يتجسس جواسيس المنافقين، واحد بالبصرة واحد بالكوفة، ولزمهم الإمام الحسن سلام الله عليه، واحد قتل بالبصرة واحد قتل بالكوفة، زين يتجسسون على الإمام. فالإمام قالوا له يا ابن رسول الله إذا هذه الحالة احنا حجر بن عدي وغير حجر بن عدي وعبيد الله بن العباس وبعد أصحابه، قالوا لي ابن رسول الله انت بعد لازم هذا تقاتل هذا الرجل، والا ما ممكن بين معاويه. فارسل اليه مراسيل وكتب، قال له انت انزل الى طاعتنا، احنا اهل البيت، بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه. قال له ابدا، انا دائما ضدك، انا مقاتلك. ما المعنى؟ قال يا انت اذا مقاتلي انا عندي جيش يكفيني واقاتلك، وانا احق بالخلافه منك، وانا ابن رسول الله وابي امير المؤمنين، مثل ما سوى امير المؤمنين يقاتلك انا اقاتلك. زين اذا تجمعت وين؟ خطب على المنبر الحسن سلام الله عليه وقال لهم احنا بعد لازم نقاتل. شافهم الوجوه شويه يعني ما بيها نهضه، شايف هذا الواحد ما بيها نهضه، هم تعبانين وحالتهم تعبانه، ويجي على قتال وهي صار حروب النهروات وصفين، وشلون هالطريقه هذه؟ قال لا مجان هذا يريد يقاتل. فشافهم كان على رؤوسهم الطير، فقام علي قال لهم ما لكم؟ ألا تحسنون الكلام؟ ما تتكلمون أنتم؟ هذا ابن رسول الله يناديكم على الجهاد. فشوية تحركوا وحركوا القوم، قال لهم غدا نصل وين؟ إلى النخيلة. وصلوا للنخيلة. معاوية عندما سمع بذلك وين؟ أرسل جيش جرار إلى سمعة والجماعة. لما وصلوا هناك قام شنو يطلق اموال، هاي الاموال تضيع الانسان، هاي الاموال تضيع الانسان، تغير عقيدته مره عليه، شايف تغير العقيده شلون؟ هاي الاموال لما هذا ارسل الى عبيد العبيد الله بن عم الحسن سلام الله عليه، وارسل في كتيبه وراحوا الى ابن خيله، وسعد ابن قيس هم هناك. لما وصلوا أرسل إليه ليلى، قال له أعطيك كم دينار وأنت تصير وياي لا تقاتل، وأنا الحسن أمر بالصلح وأراد أن يصالحني وأنا ماشي على هذه وهو على طاعتي. قال له على طاعتك والله بالليل ولا أجدت الأموال؟ يقول تسربل ليلا إلى معاوية، ذهب إلى معاوية، جلس مع معاوية، ما بقى وقت، وين الكتيبة مالته؟ صبحا ونص صبح ما يدور عبيد الله بن العباس، بقى استلم الكتيبة منه سعد بن قيس. سعد بن قيس هم كذلك أرسل إليه بعض المنافقين، قال له أبدا لابد أن أقاتل بأمر الإمام إلا أن يأمرني الإمام ويقول كف عن القتال. فلذلك إلى أن وصل توصل نصف الجيش بالليل، وإذا الجيش ما مشي كم كثير ما مشي، شوفوا بعد هاي الكفة معروفة، فهو شدوا 18,000 ويوسف بن عقيل، وإذا يقول له ما لنا والدخول بين السلاطين،
يعني أنصار الإمام سلام الله عليه قليلون، فما ممكن الإمام بأنه بعد إلى جبيش قاتل. فالإمام رجع إلى قريب المدائن على أنه أرسل إليه معاوية قال له أنا صالح. هو طبعا مو صالح للإمام، هي هدنة مثل ما هدنة للإمام سلام الله عليه متى ما كانت عنده أنصار ها يقاتل هذا الرجل. فهذا الصلح شنو؟ أولاً أنه لا يشتم أمير المؤمنين، يعني 80 سنة ويشتم أمير المؤمنين على المناظر، زين أن يرفع بأصحاب شيعة أمير المؤمنين وأصحاب أمير المؤمنين الخلاص لا يأذيهم، يعطي أموال للشهداء اللي في صفين كذا العوائل كل الشهداء. وإذا اللعين خالف كل شيء وصل إلى النخيلة بعد الصلح بعد الشروط وقف على المنبر ها جلس على المنبر قال يا أهل الكوفة أنا ما قاتلتكم للصوم والصلاة والحج والزكاة وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك زين وأنا هذه الشروط بيني وبين الحسن تحت قدمي تحت قدمي. هذا معاوية كاتب الوحي وهذا اللي خال المؤمنين اللي تمر عليه والتاريخ قاعد يمر عليه وشوف شنو أعماله. وإذا لحد الآن بس إنه وصل ما لنا علاقة بيه لكن أكو بعض ناس شوية بس مو واعين لما تمر على ما يقول لك ليش أنا معاوية أنت لسه شتم بعض مجلس مرات أطلع من الله على معاوية يقول لا شو ليش شتم لأن أكو جماعة من أبناء العامة خاف يزعلون وزعلت كلب وزعل وزعل زعل شنو زعل يعني معاوية هذا اللي معروفه كان أمير المؤمنين سلام الله عليه بقنوته يلعنه في كل صباح في صلواته يلعنه. هذا الرجل ما عنده شنو عنده عند الغدر أو عمرو بن العاص وغير عمرو بن العاص مجمع المجموعة هاي الحثالات إلى أن وصل ولا أطيل عليكم يقول وصل إلى أن شلون يقضي من الإمام الحسن. أولاً هو قضى على من على الأشدر سم عنده هذا السم القاتل هذا الغدر مالك السم القاتل السم العسل قتل الأشدر ثم بعد نوب سعد بن قيس الوقاص أبي وقاص هذا هم قتله قال لازم أنا أتخلص من هذول. بعد ذلك جت الحسن الحسن شلون يتخلص من عنده يعني حتى يخلي الولادة ابنه يعني هي الخلافة لأنه من الشروط بأنه لا ما يخلي بعده هو الإمام الحسن وإذا أصاب الحسن شيء أو رحل عن الدنيا يصير الحسين. هو شنو قال له لابد أن أتخلص من الحسن حتى أخلي ابني يزيد فقام يهدي إلى يزيد. فشون يتخلص من الحسن يتخلص من الحسن وإذا الأشعث بن قيس مر عليه بالشام قال تريد أن تخلص نفسك من الحسن قال أي والله قال دس إليه السم على يد ابنتي جعيدة جعيدة زوجة لكن منيها يعني شلون منيها قال له أعطيها شوية هي تحب الأموال وأرسل إليها قال له زين أنا راح أكتب كتاب وأعطيك إياه أنت وتروح لها قال لا أنا ما أذهب إليها حتى أرسل شركة عند الإمام الحسن زين شلون شو أسوي؟ قال له أرسل واحد من جانبي قال له أبوك قال يقول كتب الكتاب أعطيك كم دينار مبلغ طائل يعني وأزوجك يزيد بن معاوية ابن يزيد ها وأعطيك ضيعة بعض الروايات يعطيها ضيعة يزيد
وجهه كوجه الخنزير أسود، يلعب بالقرود، يدخل أقول بالمحرمات، يمكح المحرمات. زين شلون هاي القضية يعني؟ إنه هو يزيد. والحسن سلام الله عليه إذا مر عليه المار تنقطع المارة لجماله. شلون هاي تروح لهذا وهذا شلون صير؟ فدس إليها السم، ودى له السم كأنه جايب هذا السم من الروم، والدولة من الروم هذا السم قاتل. كان يصوم بأبي وأمي من العبان الزخام. ابن رسول الله هذا الإنسان حجة الله على خلقه، كانت الأشجار والحيوانات عندما يمر يهبط سجودا له احتراما له. وإذا هذا الإنسان من هذه الأمرأة أخوها قتل الإمام الحسين، أبوها أمر بقتل أمير المؤمنين، وهي راح تقتل الإمام الحسين، قتلت الإمام الحسين، حطت له سموين باللبن، باللبن، وشدة صيف قير حارة الدنيا، حطت له بلبن، شرب منه بأبي وأمي قليل. يقول تحركت أمعاءه، تدري السم هذا قاتل، وإذا يصل إلى المعدة كيف يكون والدنيا حارة. قام بأبي وأمي يأخذ جانبا من صحن الدار، يأخذ يمينا وشمالا وليس له أحد، سمته وخرجت من البيت، نظر يمينا وشمالا وإذا ما عنده قريبا منه طس، هذا الطش يقول قذف ما في أمعائه في هذا الطش، وإذا بالباب تطرى يقول من ده
شئت جعلا. يا الله سهل أمورنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى تلقانا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين الأخوة المؤسسون، تقبل الله أعمالهم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. الأخوة المؤسسون تقبل الله عملهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، أدي ديونهم إلى أرواح أماتهم وأمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.